بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 130 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل فيما يقطع فيه وما لا يقطع. قال: لا بتافه، أي لا يقطع السارق بأخذ تافه، وهو أي التافه شيء حقير خسيس يوجد مباحا في دارنا. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: يتعلق القطع بسرقة كل مال يبلغ قيمته نصابا إلا التراب والسرقين، فهذا لا تقطع اليد فيه. وهو رواية عن أبي يوسف، قال: لأنه سرق مالا متقوما، بكسر الواو، لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه. ولنا ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. وزاد في مسنده: ولم تقطع في أدنى من الثمن جحفة أو ترس كخشب وحشيش وقصب فارسي وسمك طريا كان أو غيره. يعني هذا اعتبر هذا كله إيش؟ شيئاً تافهاً لا تقطع اليد به. وصيد بحريا أو بريا، لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز تثبت شبهة، تقع هذه الشبهة تمنع من قطع اليد. قال: والحدود تندرئ بالشبهات أو بالشبهة. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه، فقال له سلامة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير. ورفعه كما في الهداية غير معروف. وروى ابن أبي شيبة أيضا أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل قد سرق طيرا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحدا قطع في طير وما عليه في ذلك قطع. فترك عمر. أو يفسد سريعا، هذا الذي سرق سريع الفساد، عطف على ما يوجد مباحا. وكان الأولى أن يقول: أو ما يفسد، ليعطف على تافه، لأن ما يفسد قد لا يكون تافها، لأن ما لا يفسد قد لا يكون تافها، كلبن ولحم، هذا سريع الفساد. وكذا ما هو مهيئ للأكل كالخبز، على ما في الإيضاح وشرح الطحاوي، بخلاف ما لم يكن، هذا كله لا يقطع لو أنه سرقه، طبعا يعذر في ذلك ويضمن، بخلاف ما لم يكن مهيئا للأكل كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا. وهذا
في غير سنة القحط، وأما فيها فلا قطع في الطعام، يقصد يعني البر القمح، سواء كان مطلقا في الطعام مطلقا، سواء كان ممن يتسارع إليه الفساد أو لا، وسواء كان محرزا أو لا، لأنه يسرق عن ضرورة جوع، والضرورة تبيح تناول مال الغير بقدر الحاجة، فمنع ذلك القطعة، منع ذلك يعني الضرورة أو الحاجة أو القحط. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتي برجل سرق طعاما فلم يقطعه، قال سفيان: هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالثريد واللحم. وروى أبو داود في مراسيله عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا قطع في الطعام. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ولم يعلله بغير الإرسال، وأقره ابن القطان على ذلك. قال: وفاكهة رطبة يدخل فيها الرطب والعنب دون الزبيب والتمر. قال: وثمر على شجر وبطيخ وزرع لم يحصد. هذا كله كذلك لا قطع فيه، طبعا كما قلنا مع التعزير والضمان. قال: لعدم وجود الإحراز وإن كان في حائط. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين أو مصح الجرين أو الجرينة فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال: والخبنة بضم المعجمة وسكون الموحدة فنون ما يؤخذ في طرف الثوب، والجرين بالجيم المربد وهو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف، فبمجرد ما حواه الجرين أو ألقي في الجرين صار في حرز، فإن أخذ منه قطع. ولما رواه مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، ولا في حريسة جبل، يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها تسمى هذه الشاة تسمى حريسة. نعم. فهذا قال: ولا في حريسة، إذا سرقت الحريسة قلنا وهي الشاة التي لم تصل، أدركها الليل ولم تصل إلى مراحها، فإذا سرقها أخذها قبل أن تدخل مراحها لا يقطع. قال: فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. قال: وقطع مالك والشافعي بالمذكورات، وهو رواية عن أبي يوسف. قال: وأشربة مطربة أي مسكرة، وأما غير المطربة كالخل فيقطع فيها، لأن غير المطرب لا يتسارع إليه الفساد، كذا في الإيضاح. وإنما لا يقطع في الشراب لأنه إن كان حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد، وإن كان مرا
فإن كان خمرا فلا قيمة له فلا يقطع، وإن كان غيرها غير الخمار فللعلماء في تقومه اختلاف، فلم يكن في معنى ما ورد به النص وهو المال المتقوم بالإجماع. يعني منلاحظ الكلام أحبابنا واضح ما يحتاج إلى شرح. قال وآلات لهو كذلك لا يقطع فيها، كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور. أما عند سيد أبي حنيفة رحمه الله فلعدم تقوم هذه الأشياء حتى لا يضمن متلفها، وأما عند غير سيد أبي حنيفة القائل بتقومها فلأن أخذها يتناول النهي عن المنكر وهو مباح فأورث شبهته. يعني لا يقطع عند الجميع، لا عند سيد أبي حنيفة القائل بعدم تقوم هذه الأشياء، ولا عند من قال بأنها متقومة. ولو كان الطبل أو الدف لغير اللهو اختلف المشايخ، قد يكون الطبل موجود من أجل أن يضرب فيه في المهمات، والدف من أجل أن يضرب فيه في الأعراس والأفراح. قال اختلف المشايخ، فقال بعضهم يقطع سارقه لأنه مباح، وقال بعضهم لا يقطع لأنه يصلح للهو فأورث شبهة. قال وصليب وهو تمثال يعبده النصارى من ذهب أو من فضة، وشطرنج وهو بكسر الشين المعجمة وبفتح شطرنج، وكذا النرد، وقال الشافعي يقطع. وباب مسجد لعدم الإحراز فصار كباب الدار، بل أولى، يعني أولى بألا يقطع في باب المسجد، لأن باب الدار يحرز به ما فيها ما في الدار بخلاف باب المسجد، ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه، متاع المسجد لا يقطع بسرقة متاع المسجد. وقال الشافعي وابن القاسم صاحب مالك وأبو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة باب المسجد لأنها سرقة نصاب محرز بحرز مثله، وكذا بسرقة باب الدار، يعني اعتبروا وجود الباب في مكانه إحرازا. وبه قال أحمد في رواية، وأجيب بأنه لا مالك له، يعني لباب المسجد من جهة العباد، فلا قطع فيه كحصير المسجد وقناديله. قال ولا قطع في أستار الكعبة عندنا، وبه قال أحمد. طبعا لا يجوز أخذها، هل بعض العامة ربما يذهبون للحج أو للعمرة وخرسة يقومون بقطع شيء من ستار الكعبة، لا يجوز هذا الفعل، هذا الفعل لا يجوز، يعني ويرجع إلى بلده مفتخرا بأنني أخذت قطعة من إيه؟ من ستار الكعبة. قال ولا قطع في أستار الكعبة عندنا، وبه قال أحمد وهو الأصح في مذهب الشافعي، لأنه ليس له مالك معين فأشبه مال بيت المال. قال ومصحف وصبي حر، يعني صبي الحر وإن سرق هو ليس بمال فلا يقطع سارقه. قال ولو كان المصحف والصبي محلين بياء واحدة وليس بياءين
محلين، يعني لا قطع في الصبي الحر ولا قطع في المصحف في سرقته، ولو كان المصحف محلا بالذهب، ولو كان الصبي هذا الذي سرق قد حلي كذلك أيضا بالذهب، كذلك لا يقطع. قال محلين، قلنا بياء واحدة، وعبد إلا الصغير، إلا العبد الصغير. وقال العبد الصغير لو سرق يقطع، ليه؟ لأنه مال. أما العبد الكبير لا يقطع، ليه؟ لأن هذا يسمى غصبا، لا يسمى سرقة بالنسبة للعبد الكبير. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأبو يوسف في رواية يقطع في المصحف لأنه مال متقوم ومحرز، فإن ورقه كان مالا متقوما وقد ازدادت ماليته بما كتب فيه وبجلده، ولهذا يصح بيعه وشراؤه. ولنا أن آخذه سارق المصحف يتأول القراءة فيه أو النظر لإزاحة إشكال وقع له، والقطع يدرأ بالشبهة. وقال مالك الشعبي يقطع بسرقة الحر الصغير لأنه غير مميز فأشبه العبد الصغير. ولنا أن الحر ليس بمال، وما عليه من ذهب يعني وحلي تبع له، والتبع يأخذ حكم المتبوع. وهذا الخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم، حتى لو كان يمشي ويتكلم ويميز لا يقطع سارقه إجماعا، لأنه في يد نفسه وله يد على ما هو تابع له من حلي يعني، فكان أخذه خداعا لا سرقة. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعبر عن نفسه ولم يميز، وإن كان يعبر ويميز فلا قطع بالإجماع. ليه؟ لأن أخذه نوع غصب. قال ودفتر يكون يا مولانا مثل الله العافية يعني خطف بالتهديد مثلا، قد يكون لشخص كبير أيضا، هذا يسمى غصبا، هذا يسمى غصب. والغصب لا قطع فيه في التعزير يعني، التعزير طبعا أكيد التعزير موجود هنا، ومر معنا التعزير وأحكامه. نعم جزاكم الله، الله يبارك فيكم. قال ودفتر، ودفتر المراد بالدفتر أحبابنا هنا في اصطلاح الفقهاء هنا صحائف، أوراق فيها كتابة كتب عليها لغة عربية، شعر، حديث، تفسير إلى غير ذلك، حتى مثل هذه الدفاتر الآن الموجودة في زماننا مكتوب عليها. المراد بالدفاتر هنا أوراق كتب عليها نوع أي علم، أي علم من العلوم. إنها قال فلا قطع، قال ودفتر سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة، لأن المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيها وما فيها يعني اللغة العربية أو الشعر أو التفسير أو الفقه أو غير ذلك، هذا ليس بمال، ليس بمال، فلذلك لا يقطع. قال إلا دفتر الحساب، إلا دفتر الحساب يعني الدفتر الذي دون عليه الحسابات، جمع طرح إلى آخره، حساب فلان مالي على فلان ومالي فلان علي، هذه الأمور يعني مدون عليه. قال هذا تقطع اليد بسرقته إذا بلغ نصابا. ليه؟ قال لأن هذا المكتوب على دفتر الحساب لا فائدة منه وهو غير مطلوب، فلذلك يكون المقصود من السرقة ما هو الورق،
يكون المقصود بالسرقة الورق، فإذا بلغت قيمة هذا الورق نصابا قطع. قطع. طبعا هنا لما قال ودفتر، نعم، قيد بالدفتر، قيد الشيخ بالدفتر، لأنه لو سرق الورق أو سرق الجلد، نعم، قبل أن يكتب عليه، لو سرق الورق قبل أن يكتب عليه وسرق الجلد الذي ضم هذه الأوراق حتى جعلها كالدفتر، لو سرقها قبل القطع، قبل الضم وقبل الكتابة، يقطع إذا بلغت قيمته نصابا. إذا فهمنا هنا لماذا قال إلا دفتر الحساب. وقال مالك والشافعي وأحمد يقطع في الدفاتر كلها سواء كانت فيها علوم شرعية أو غيرها إذا بلغت قيمتها نصابا، لأنها مال متقوم، مال متقوم من حيث كونها ورق، هكذا يرى، يبلغ قيمته نصابا فيدخل في عموم الآية. أئمتنا نظروا إلى أن هذا الدفتر ليس مأخوذا لعين الورق، بل هو مأخوذ من أجل ما فيه، وما فيه ليس بمال. قال ولا في كلب وفهد كذلك لا يقطع في سرقة كلب أو سرقة فهد، لأن جنسهما مباح، مباح أصلي، ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهة. ولما كان على، ولو كان على كلب طوق ذهب ونحوه، أو نحوه، نحو الطوق يعني، أو نحو الذهب، لا يقطع، لأنه تبع له، تبع للكلب، كالصبي الحر إذا كان عليه حلي. قال ولا في خيانة كذلك لا قطع في خيانة، وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، يعني إنسان وضع عندي أمانة، وضع عندي مال، قال لي هذا المال اتركه عندك، غدا إن شاء الله سآخذه، فأخذت هذا المال أنا، نعم، وأنفقته، أخذت هذا المال وأنفقته، لا قطع في ذلك، لا قطع في ذلك، هذا غصب، هذا نوع غصب. ومما يقع فيه كثير من الناس بالخطأ، والله حتى الخواص يعني، وكان ينبهنا على ذلك يعني شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان، كان ينبهنا على ذلك، لو أن إنسان أعطاك مال، أعطاك مال وجعله معك أمانة لأي شيء، لأي غرض، بأي نية، لا يجوز لك أبدا أن تستعمله في حوائجك الخاصة. ولو قلت أنا أخذه الآن وأعيده بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد دقيقة، لا يجوز، هذا نوع غصب، وهذا انتفاع محرم، هذا انتفاع محرم، وهذه خيانة، وهذه خيانة. لذلك تأخذ هذا المال وتجعله في جيبك ولا تمد يدك إليه أبدا، يعني حتى لا يجوز لك أن يعني أن تبدله، يعني مثلا معك في جيبك مثلا 100 فك أو فراطة، عشرات وخمسات، ومعك أنت ملكك 100 صحيحة، تريد أنت إلى فكها أو فرطها، فتقول أقوم بالتبديل، هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز، هذا اسمه استعمال واستخدام، هذا كذلك، هذه تسمى خيانة، وأنت تأثم بذلك. وهذا المال بعد ذلك لو هلك أنت ضامن له، لأنك أنت لما غصبته واستعملته خرج عن كونه أمانة، خرج عن كونه أمانة، صرت ضامنا له. وهذا مما يغفل عنه كما قلت حتى بعض الخواص. فقال ولا في خيانة، لا قطع يعني في خيانة، وهو الأخذ مما في يده على وجه الأمان. نعم تفضل يا أستاذ. إذا عفوا بالنسبة للفروس هذه هي مو لا تتعين بالتعيين عندنا، أن نقول يعني لو أرسل شخص أمان المبلغ من المال وبدله، لكن نفسه كان يكون إفراط، مو عندنا سيدي يعني أن النقود لا تتعين بالتعيين. ماذا يعني يا سيدي لا تتعين بالتعيين؟ ماذا يعني لا
ماذا تعني؟ يعني مثل أعطاني 10,000 تكون يعني ورقة واحدة، وأعطيته أنا 5,000 ورقتين. لا، خطأ، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. ما هو المعنى انتبه الثاني؟ انتبه أخي، انتبه انتبه. معنى لا تتعين بالتعيين، معنى لا تتعين بالتعيين، أنا الآن، أنت اشتريت مني هذا الكتاب، قلت أنا في عندي كتب، قلت لي بكم تبيع هذا الكتاب؟ أريد هذا الكتاب، هذا الكتاب، هذا ب10 دراهم. الكتاب هذا لما قلت أنت لي أريد أن أشتري هذا الكتاب، فقد تعين هذا الكتاب، لا يصح لي أنا أن أعطيك كتابا غيره، واضح؟ تعين هذا الكتاب الذي أريده، فبعد ذلك أنا البائع، ليس لي أن أعطيك كتابا غيره، تعين بمجرد ما أشرت إليه، قلت أريد أن أشتري هذا الكتاب بكم؟ ب10 دراهم، فليس لي أنا شرعا أن أعطيك غيره، لأن هذا عين يتعين بالتعيين بالإشارة. فهمنا هذا؟ الآن أنت المشتري معك 10 دراهم موجودة على الطاولة، قلت لي اشتريت هذا الكتاب بهذه الدراهم، أشرت إليها، فهل يجوز لك أنت بعد أن عينتها هل يجوز لك أن تأخذها وتعطيني غيرها؟ نعم يجوز ذلك، لأنها لا تتعين بالتعيين، أما بمجرد أنا ما أعطيتك الدراهم تعينت هذه، هذا لا يسمى تعيينا، هذا يسمى إقباضا، قبضا. فالتعيين هو أن يكون المال موجود وتشير إليه، فإذا قلت هذا بعتك بهذه الدراهم، بعتك بهذه الدراهم، أنا ما لم أقبضها لم تتعين، بمعنى لو هلكت تدفع أنت غيرها، بمعنى أنك أنت لو قلت والله هذه الدراهم جديدة أنا سأخذها وأعطيك غيرها مثلها ولكن أقل بيسير جودة لك ذلك. فهمنا؟ نعم سيدي، جزاك الله خير مولانا، بارك الله فيك. إذن ولا في خيانة، وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة. قال ولا في نهب، وهو الأخذ على وجه العلانية، هذا يسمى النهب. أنا بيدي مثلا هذا القلم، جاء إنسان وأخذه بعلانية. والقهر في بلدة أو قرية، لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وسكت عنه عبد الحق في أحكامه وابن القطان بعده فهو صحيح عندهما. وعن أحمد يقطع جاحد العارية. أنا أعرتك شيئا تبدو قيمته نصابا، وبعد ذلك أنت جحدت هذه العارية، ما حكم؟ قال الإمام أحمد قال تقطع اليد. وبه قال إسحاق بن راهوية، لما أخرجه مسلم عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقطع يدها. ظاهر الحديث أن القطع كان بسبب جحد العارية. قال وأجيب بأن ذكر العارية في هذا الحديث وقع لقصد التعريف، لا لأنه لسبب القطع، لا لأنه سبب للقطع. يعني هذه المرأة المخزومية التي قطعت يدها، هل تعرفونها؟ ما عرفناها. تلك التي كانت تستعير
وتنكر وتجحد العارية، لقد عرفناها. إذن هذا القيد المذكور في الحديث للتعريف بالمرأة التي قطعت يدها، لا لكون جحد العارية سببا للقطاع. قال: فإنها كانت كثيرة الاستعارة والجحد حتى عرفت به، واستمرت على ذلك حتى سرقت. بتلاحظوا أحبابنا من خلال ما قرأنا من هذا الكتاب وقربنا على انتهائه، أن أئمتنا يعني، وهذا ذكرته سابقا أكثر من مرة، ولا أقوله تعصبا أبدا، وهذا واقع رأيناه من خلال مقابلة الأدلة. أول شيء، لا يقفون عند ظاهر النص، والشيء الثاني، قيام مذهبهم على الجمع بين الأدلة، ما أمكن. فلذلك الإمام أحمد وقف عند ظاهر النص، قال: حتى عرفت به واستمرت على ذلك حتى سرقت، حتى سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، بدليل الأحاديث التي صرح فيها بأن تلك المرأة المخزومية كانت سرقت، وقيل الحديث منسوخ بما روينا من حديث جابر. يعني قد يأتينا الخصم المخالف فيقول: يا أخي كلامكم غير صحيح، المرأة المخزومية التي قطعت بسبب جحد العارية غير المرأة المخزومية التي قطعت بالسرقة. نقول له كما تريد، ولكن اعلم بأن الحديث الذي استدللت به منسوخ بما روينا من حديث جابر، وقيل إن قطعها كان سياسة لتكرر ذلك الفعل منها. قال: ولا في نبش، أي نبش قبر. طبعا ما المراد بحديث جابر أحبابنا هنا؟ الحديث المتقدم قبل قليل: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال: ولا في نبش، أي نبش قبر، وأخذ كفن منه، وهذا عند سيد أبي حنيفة ومحمد، وهو قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري والشافعي في القديم، وقال أبو يوسف ومالك والشافعي في الجديد، وأحمد وأبو ثور والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز. يقطع النباش، لما روى البيهقي في المعرفة عن البراء بن عازب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من نبش قطعناه، وضعفه. وروى أيضا عن عائشة أنها قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، يعني يعامل معاملته. وفي تاريخ البخاري قاله شيم: حدثنا سهيل قال: شهدت ابن الزبير أنه قطع نباشا، ولأنه سرق مالا متقوما يبلغ نصابا من حرز مثله، فوجب القطع به اعتبارا، يعني قياسا اعتبارا بسائر أنواع الحرز. يعني هذا الكفن حرزه هذا القبر. ولنا ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: أتي مروان بقوم يختفون، أي ينبشون القبور، فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون. قال: وروى أيضا عن حفص عن الشعبة عن الزهري قال: أخذ نباش في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان مروان على المدينة، فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم على أن يضرب أسواطا ويطاف به في الأسواق، يعني ويشهر ويفضح.
ولا يخفى أن كلا من الأثرين حكاية حال، وهما احتمال أخذه قبل إخراج الكفن، احتمال أخذه قبل إخراج الكفن أو بعده، أو أخذوه بعد أن أخرج الكفن، ولكن هذا الكفن لما أخرجه لم يكن قدر نصاب، لم يكن قدر النصاب. نعم، فلذلك لا يقطع. ماذا نفعل؟ نعزره ويشهر به. ولم يكن قدر النصاب فلا يتم الجواب. وأما حديث لا قطع على المختفي هو النباش بلغة أهل اليمن، فهو غريب غير معروف. قال: ولا في مال عامة، يعني لا يقطع بسرقة مال، لا يقطع بسرقة مال فيه حق عامة الناس، فيه حق عامة الناس، لأن لكل إنسان في هذا المال له فيه حق من وجه، فهذا يورث شبهة، لأن هو له حق في هذا المال، يعني له شركة، فأورث شبهة، هذه الشبهة أسقطت حد القطع. قال: ولا في مال عامة، أي عامة المسلمين. وبه قال الشافعي وأحمد والنخعي والشعبي والحكم، وقال مالك وحماد وابن المنذر: يقطع لظاهر الآية، ولأنه سرق مالا محرزا. ولنا ما روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس، يعني من الغنائم، عبد من الغنائم، من رقيق الخمس، من رقيق الغنائم، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، هو من الغنائم وسرق من الغنائم، فرفع ذلك إلى النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يقطعه، وقال: مال الله، الغنائم مال الله، مال الله سرق بعضه بعضا، سرق بعضه الذي هو العبد بعضا اللي هو باقي الغنائم، فقال: مال الله سرق بعضه بعضا، فقطع فلم يقطعه. قال: كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال، وقطعه يعني في هذا الاستدلال نظر، هكذا يقول الشيخ في الاستدلال بهذا الحديث نظر. ليه؟ قال: لأن العبد من جملة المال، من جملة مال الغنائم، وقطعه يضره فلا يقاس عليه غيره. قال: ولا في مال له، أي للسارق فيه شركة، لا قطع في مال السارق له شركة في هذا المال الذي سرق منه، بأن سرق أحد الشريكين من حرز الآخر، سرق أحد الشريكين من حرز الآخر مالا مشتركا بينهما، وهو الأصح في مذهب الشافعي وقول أحمد. وقال مالك، وهو قول الشافعي: إذا سرق من نصيب الشريك قدر نصاب، قدر النصاب يعني قدر نصاب، قدر نصاب السرقة، قطع أو يقطع، لأنه أخذ ملك غيره من حرزه. قال: ولا في مثل حقه في الجنس حالا كان حقه أو مؤجلا، يعني مثلا أنا بائع، عندي كتب، بائع كتب، جاء إنسان واشترى مني كتابا بألف درهم، مجموع الكتب بألف درهم، على أن يعطيني هذه الدراهم بعد شهر، بعد شهر، بعد خمسة أيام ستة أيام ذهبت لزيارته فوجدت صندوقه مفتوحا، نظرت فإذا فيه دراهم، فسرقت ألف درهم التي لي في ذمته،
مع أن هذا الدين مؤجل. قال لا قطع، لا يقطع، لأنني أخذت جنس حقي، جنس حقي. أما لو أخذت من عنده ثوبا خلاف ما جنس حقي أنا، إذا بلغ نصاب السرقة يقطع. إذن ولا في مثل حقه في الجنس حالا كان حقه أو مؤجلا. والقياس أن يقطع في المؤجل، لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل، فصار كمن لا دين له، فصار كشخص أخذ سرق ولا دين له. ووجه الاستحسان أن المؤجل ثابت في الذمة، في ذمة المدين كالحال، والتأجيل لتأخير المطالبة. قال ولو بمزيد، ولو بمزيد، يعني ولو مثلا أنا لي في ذمته 1000 درهم، سرقت 1100، 1200، قال لا أقطع، أي ولو كان المأخوذ زائدا على حقه، لأنه يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه. يعني الآن المال الموجود في الصندوق أنا لي في ذمته 1000، والآن الموجود في الصندوق 1500، أنا شريك لصاحب هذا الصندوق بهذا المال، لأن لي فيه 1000، لي فيه 1000، أنا شريك منه. وقبل قليل قلنا لا قطع، لا يقطع السارق في إيش، في من مال فيه شركة، من مال فيه شركة. قال لأنه يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه، فتتحقق الشبهة، والشبهة دارئة للحد. قيد بمثل الحق، لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضا يقطع، لأنه ليس له الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي، ليس لك أن تستوفي من هذه العين، من هذا العرض حقك، إلا بأن تبيعه بالتراضي، أن تشتريه منه أو أن تبيعه بالتوافق مع المالك. وعن أبي يوسف لا يقطع لو أنه سرق عرضا مقابل ماله، وهو وجه في مذهب الشافعي، لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه لوجود المجانسة باعتبار صفة المالية. إذن العرض هذا والدراهم جنس باعتبار كون كل منهما مال. قال فأورث ذلك شبهة يعني تدرأ القطع. ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير، انظر، قيل يقطع، لأنه ليس له ولاية الأخذ، هو له ولاية أن يأخذ الدراهم لا الدنانير. وبه قال مالك وأحمد في رواية، والشافعي في وجه. وقيل لا يقطع، لأن النقود جنس واحد كما في الزكاة والنفقة، وفي المحيط والمبسوط هو الصحيح، يعني عدم القطع هو الصحيح. وبه قال الشافعي في الأظهر. قال ولا فيما قطع فيه، يعني أنا مثلا زيد مثلا سرق ثوبا فقطعت يده وأعيد الثوب إلى صاحبه، ثم بعد ذلك سرقه مرة ثانية، قال لا يقطع. أما لو سرق مثلا، سرق من زيد صوفا، خيط صوف هنا، أو خيوط سرقها من زيد فقطعت يده وأعاد الخيوط هذه إلى زيد، فزيد أخذ هذه الخيوط وقام بنسجها ثوبا، فجاء السارق وسرقها مرة ثانية، قال يقطع مرة ثانية،
لأن المسروق أولا صار بالنسج غير المسروق ثانيا. المسروق أولا خيوط والمسروق الثاني ثوب. قال ولا فيما قطع فيه وفي نسخة به أي ولا قطع في سرقة شيء كان السارق سرقه قبل ذلك وقطع لأجله وهو أي المسروق بحاله لما سرقه مرة ثانية سرقه بنفس الحال التي كان عليها في المرة الأولى. وأما لو تغير حاله بأن كان غزلا خيوطا فقطع فيه ثم رده إلى صاحبه فنسجه صاحبه يعني ثم سرقه السارق مرة ثانية قال فإنه يقطع ثانيا. والقياس أن يقطع فيما هو بحاله أيضا، القياس أن يقطع في الصورتين. وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال مالك والشافعي وأحمد لأن السرقة الثانية أقبح لوجود الإقدام عليها مع سبق الزاجر عنها فكانت أحق بإيجاب القطع. قال ولا في مال ذي رحم محرم كذلك لا يقطع. لا، لما نقول لا يقطع لا يعني يجوز، لا، هو يأثم وهذا حرام ولكن لا تقطع يده ولكن يعزر. ومر معنا سابقا بالتعزير قد عند الإمام مالك أظن أن التعزير قد يصل إلى ما فوق الحد. ولا في مال ذي رحم محرم أو مال غيره، غير ذي الرحم من بيته يعني أي بيت ذي الرحم المحرم. يعني مثلا سرق ولد من أبيه مال لا تقطع يده. سرق أخ من بيت أخيه، من بيت أخيه لا تقطع يده. سرق من بيت أخيه مال أخيه. سرق من بيت أبيه مال أبيه. طيب الآن سرق من بيت أبيه مالا كان أمانة موضوعة عند أبيه، يعني سرق من بيت أبيه مالا غير مال أبيه، غير مال، كذلك لا يقطع. طيب الآن سرق مال أبيه أو مال أخيه أو مال أمه من بيت آخر، من بيت صديقه. يعني أنا مثلا أبي وضع مالا عند صديقي أمانة، فلما ذهبت لزيارة صديقي سرقت هذا المال، ما الحكم؟ قال يقطع لأنني أخذت المال من حرز. قال ولا في مال ذي رحم محرم أو مال غيره من بيته. إذا مال ذي رحم محرم، احترز بقوله مال ذي رحم محرم من السرقة من بيت رحم غير محرم، من بيت رحم غير محرم كابن العم مثلا وابن الخال وابن العمة وابن الخالة. وقال مالك كذلك لما قال ولا في مال ذي رحم محرم احترز بذلك من بيت محرم غير ذي رحم، من بيت محرم غير ذي رحم فإنه يقطع. لو سرق من بيت أم زوجته هي رحم غير، هي محرم غير رحم، هي محرم من غير رحم، محرم من غير رحم، فلو سرق من بيتها يقطع. إذن لما قال ولا في مال ذي رحم محرم الآن خرج عندنا الرحم غير المحرم كابن العم، وخرج أيضا المحرم غير الرحم كأم الزوجة، فإذا سرق من هذين يقطع، من بيت هذين يقطع.
قال: وقال مالك الثوري وابن المنذر والخرقي من أصحاب أحمد: يقطع الولد إذا سرق من أحد أبويه وإن علا، لأنه لا حق للولد في مال أبويه، ولهذا يحد إذا زنى بجاريتهما، ويقتل إذا قتلهما فصار كأجنبي. ولنا أن البعضية الموجودة في الولد وبعض أبيه وبعض أمه وبعض جده وبعض جدته، ولنا أن البعضية توجب البسوطة في المال والإذن في الدخول في الحرز. وهذا لاحظناه أحبابنا، أن مثلا فلان سرق من بيته مال، يذهب ويخبر الشرطة البوليس، يخبرهم ويقومون بالبحث والتفتيش، فإذا ظهر له أن السارق ولده يذهب إلى البوليس والشرطة ويقول: أنا أسقطت حقي ولا أريد، يخشى أن يقع ولده في أيديهم فيسجن. وهذا ملاحظ يعني. قال: توجب البسوطة في المال والإذن في الدخول في الحرز، ولهذا يمنع الولاد قبل ولهذا يمنع الولاد قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فصار كالأب لا كالأجنبي، صار الولد يعني كالأب لا كالأجنبي. طبعا يعزر الولد. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقطع بسرقة ذي رحم محرم غير الولاد إلحاقا لهذه القرابة بقرابة بني الأعمام، يعني لو سرق من بيت أخيه يقطع، لو سرق من بيت أخته يقطع. ولنا أنها ملحقة بقرابة الولاد في وجوب، لنا أنها ملحقة بقرابة الولاد يعني قرابة بني الأعمام ملحقة بقرابة الولاد، أو رحم غير الولاد، رحم غير الولاد ملحقة بقرابة الولاد. من أي وجهين؟ قال: في وجوب الصون عن القطيعة، والقطع في السرقة لو سرق من بيت أخيه فقطعت يده، والقطع في السرقة يفضي إلى القطيعة بأن يتقاطع كلاهما، فوجب صونها صون الرحم عنه عن القطيعة. أما لو سرق مال ذي رحم محرم من غير بيته فيقطع اتفاقا، وذكرنا هذا قبل قليل. قال: لوجود الحرز بلا شبهة، بلا شبهة. قال: ولا من زوج ولا من عرس، أي ولا قطع بسرقة الزوجة من حرز زوجها الخاص به. المرأة تعلم أن زوجها يضع ماله في صندوق، فجاءت وسرقت من هذا الصندوق لا تقطع، ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته الخاص بها كذلك لا يقطع الزوج، طبعا يعزر ويأثم وتأثم وتعزر إلى غير ذلك. وللشافعي ثلاثة أقوال: قول بالقطع كمالك وأحمد، وقول بعدمه وهو رواية عن أحمد، وقول بقطع الزوج بسرقة مال زوجته، وعدم قطع الزوجة بسرقة مال زوجها، لأن لها حقا في ماله وهو النفقة، ولا حق له في مالها. ولنا أن بين الزوجين بسوطة أو بسوطة في المال عادة، ولا من سيده كذلك، أي ولا قطع على من سرق من مال سيده، ولا من عرسه أي عرس سيده، سرق العبد من مال زوجة سيده، ولا من زوج سيدته، سرق كذلك العبد
امرأة عندها عبد سرق هذا العبد من مال زوجها لا يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة فانعدم الحرز، يعني يكون قد سرق هذا المال من غير حرز. وقال مالك وأبو ثور يقطع في إذن العلة في عدم القطع هنا ما هو؟ في المسائل سرقة الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج والولد من أبيه والأب من ولده إلى آخره، لعدم وجود الحرز الذي هو شرط قطع اليد. وقال مالك وأبو ثور يقطع في الأخيرين لعدم استحقاقه النفقة في مالها بخلاف السيد. وقال داود يقطع بسرقة مال سيده أيضا لعموم الآية. ولنا ما روى السائب ابن يزيد قال شهدت عمر وقد جاء عبد الله بن عمر الحضرمي بغلام له فقال غلامي هذا سرق فاقطعه. فقال عمر ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي قيمتها أو ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله لا قطع عليه، خادمكم سرق متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا، ويخص به بهذا الإجماع عموم الآية. قال ولا على مكاتبه كذلك، أي ولا قطع على مولى سرق من ولا من مكاتبه، يعني ولا قطع على مولى سرق من مكاتبه، لأن المولى له في كسب المكاتب حقا. ولا من مضيفه، أي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه. دعوت زيدا لحضور طعام الغداء عندي فدخل إلى بيتي وهو في الغرفة نظر هكذا فوجد قطعة ذهب فسرقها، لا قطع عليه، لا تقطع يده، لأن البيت لم يبقى حرزا في حق هذا الضيف لكونه وهذه خيانة لكونه مأذونا له في دخوله، فيكون فعله خيانة لا سرقة. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية إن سرق من الموضع الذي أنزل فيه أو من الموضع الذي لم يحرز عنه لا يقطع، وإن سرق من موضع حرز عنه يقطع، وهذا تفصيل حسن في هذه المسألة. قال ولا من مغنم، وهو الموضع الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال الذي غنم ولم يقسم بعد. وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وابن المنذر يقطع، وهو نظير السرقة من مال عامة المسلمين خلافا ودليلا. ولنا على هذه المسألة السرقة من المغنم خصوصا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن سماك ابن حرب عن أبي عبيد بن الأبرص وهو يزيد بن ديثار قال أتي علي رضي الله تعالى عنه برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب. قال سيدنا علي رضي الله عنه له لهذا السارق في هذا الذي سرقه نصيب وهو خائن فلم يقطعه، وكان قد سرق مغفرا. قال ولا من حمام بتشديد الميم، ولا من حمام، لا يقطع من سرق من حمام. قال في الوقت الذي جرت العادة بدخوله، هناك جرت العادة بدخول الحمام في وقت ما فدخل فسرق، قال لا يقطع. لذلك قال العلماء يقطع لو دخل الحمام ليلا وسرق، قال يقطع لأن الإذن بدخول الحمام يختص بالنهار. طبعا هذا في زمانهم. لذلك قال بعض علمائنا في قولهم هذا
إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس أن يدخلوا الحمام في غير وقت النهار، في غير وقت النهار، فدخله إنسان فسرق، كذلك لا يقطع، كذلك لا يقطع. وكذلك قالوا هناك لابد أن ننظر أن هذا الحمام له باب أو ليس له باب، بابه يغلق أو يبقى مفتوحا. إن كان بابه يغلق بعد الدخول السارق منه يقطع، وإن كان لا يغلق السارق منه لا يقطع. الآن الحمام، هذه حمامات العامة، الحمامات العامة الآن تكاد تكون نادرة. قال: لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بعد أن قال: باب الرجل يدخل الحمام فيسرق. هل هي مولانا التي هي الحمامات الساخنة يعني مثل الساونا وال... هي حمامات العامة، هي الحمامات العامة هلا عندنا في الشام، عندنا المسابح. هلا المسبح لا يسمى حمام، هلا يمكن المسبح الآن، المسبح يمكن أن يسمى حمام، نفس المعنى المسبح الآن، المسبح ولا هي ما يقال له دورات المياه يعني. هذه كل أماكن عامة، هذه أماكن عامة. المسبح الآن، المسبح يمكن أن يسمى حمام، يعطى نفس الحكم، يعطى نفس الحكم. إن دخل في وقت، في 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 وقت اعتاد الناس الدخول فيه وسرق منه لا يقطع، وإن دخل في وقت آخر لا يعتاد الناس الدخول فيه يقطع، كان له باب يغلق سرق يقطع، نفس الحكم يعطى، نفس الحكم. جزاكم الله، الله يبارك فيك. قال: لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بعد أن قال: باب الرجل يدخل الحمام فيسرق. بسنده عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام فقال: لا قطع عليه. وظنه البيهقي بالتخفيف، يعني ظنه أنه عن سارق الحمام، فرواه بالتصحيف وهي عن سارق الحمام وليس الحمام. قال: ولا من بيت أذن في دخوله لوجود الإذن عادة، لوجود الإذن عادة في الأول، عادة في الأول يعني الحمام، وحقيقة في الثاني في البيت الذي أذن في دخوله. إيه نعم. وأحبابنا قاس الفقهاء على الحمام، على الحمام قاسوا عليه دكاكين التجار، المتاجر، قاسوا عليه دكاكين التجار والمتاجر. قالوا: المتجر إن كان له باب يغلق بعد الدخول فدخل وأغلق الباب خلفه فسرق تقطع يده، أما إن كان الباب مفتوحا فإن سرق لا تقطع. وهذا الآن نحتاجه في هذه الأيام لو أقيمت الأحكام الشرعية الآن. إيه نعم. والآن الأبواب تفتح وتغلق لوحدها عن طريق الأشعة. قال: ولا من بيت أذن في دخوله لوجود الإذن عادة في الأول وحقيقة في الثاني فاختل الحرز فيهما. وفي العيون يقطع السارق من الحمام في وقت الدخول فيه إذا كان له للحمام حافظ، يعني حارس، على قول أبي حنيفة. وبه قال مالك الشافعي وأحمد في رواية وأبو الثور وابن المنذر. ولا يقطع على قول أبي يوسف ومحمد، وبه أخذ أبو الليث والصدر الشهيد. وفي شرح الوافي وعليه الفتوى، وهو ظاهر المذهب. وبه قال شمس الأئمة وقاضي خان، وهو الصحيح. ولا إن لم يخرجه، أي ولا قطع إن لم يخرج السارق المسروقة. يعني دخلت إلى بيت فسرقت، جمعت المسروقات
فلما جمعتها هكذا أردت أن أخرجها ما أخرجتها، أبقيتها في مكانها. قال لا يقطع السارق. طبعا يعزر دخل هذا المكان بدون إذن، ولا إن لم يخرجه من الدار، لأن الدار بما فيها في يد صاحبها في المعنى، وهي كلها حرز واحد، فلا بد من إخراج المسروق منها ليتحقق الأخذ من كل وجه. أو إن ناول من هو خارج، يعني هما سارقان، واحد في الخارج والثاني في الداخل، فسرق وناول من في الخارج، قال لا تقطع يده. يعني إذا نقب اللص ودخل وأخذ المال، نقب الجدار ودخل وسرق وأخذ المال، وناوله آخر من خارج، لا قطع على واحد منهما، لأن القطع يجب لهتك الحرز والإخراج كلاهما، ولم يوجد هتك الحرز والإخراج في واحد منهما، لأن الخارج اللي موجود خارج البيت لم يوجد منه الهتك، هو ما دخل، والداخل وجد منه الهتك ولكن لم يوجد منه الإخراج. وأما إخراج يده فقط، وأما إخراج يده فقد بطل إخراج المتاع بيده، بطل هذا الإخراج. ليه؟ بسبب اعتراض يد الآخر عليه، بسبب اعتراض يد الآخر الذي هو الخارج، اعتراض يده عليه، فبطل هذا الإخراج. هنا وقال مالك إن كانا متعاونين قطعا، وإن انفرد كل واحد بفعله دون اتفاق بينهما لم يقطع. وقال الشافعي يفرد الخارج الآخذ بالقطع، يفرد الخارج الذي خارج البيت الذي أخذ المتاع بالقطع. وبه قال أحمد ولو وضع الداخل الذي في الداخل البيت وضع المال عند النقب ثم خرج وأخذه لم يذكره محمد، والصحيح أنه لا يقطع. وقال مالك والشافعي وأحمد يقطع ولو كان في الدار نهر جار، وهذا كان في البيوت القديمة، حتى كان عندنا في الشام هذا قبل 100 عام تقريبا أو أكثر، كان هناك سواقي تمر في البيوت، فلو كان في الدار نهر جار فرمى المتاع في النهر ثم خرج وأخذه، قال إن خرج المتاع بقوة الماء لا يقطع، لا يقطع. وقال في النهاية معزيا إلى المبسوط إن الأصح أنه يقطع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. أو إن أدخل، أي ولا قطع على من نقب بيتا، من نقب بيتا وأدخل يده في البيت وصار يسرق يده في بيت وأخذ، يعني أخذ سرق من غير أن يدخل، من غير أن يدخل، ولكن هو يعلم أن خلف هذا الجدار يوجد مال، فقام بنقب هذا الجدار وأدخل يده وصار يبحث هكذا حتى أخذ هذا المال. وعن أبي يوسف في الإملاء أنه يقطع، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأنه أخرج المال من الحرز وهو المقصود، فصار كما لو أدخل يده في جيب غيره أو في كمه أو في صندوقه وأخذ. ولنا أن السرقة هتك الحرز، يعني السرقة الموجبة للقطع هي عبارة عن هتك الحرز على الكمال مع إخراج المال، والكمال في هتك حرز البيوت، والكمال في هتك حرز البيوت دخولها، أن تدخلها أنت، بخلاف الصندوق، الصندوق لا يدخل فيه، تدخل اليد، فإن الممكن فيه إدخال اليد وليس الدخول، فإن الممكن في الصندوق إدخال أو إدخال اليد، فيتم الهتك به بإدخال اليد مع الإخراج، مع الإخراج ما في الصندوق.
ولنا أيضا قول علي رضي الله عنه: اللص إذا كان ظريفا لا يقطع. سماه أن سيدنا علي هذا اللص، سماه اللص الظريف لا يقطع. قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله. قال: هذا لا يقطع. قال: أو إن طر، أي ولا قطع إن شق. انتبهوا أحبابنا، نصور المسألة هذه قبل قراءتها. هذا كان في الماضي، الآن كم كانت مامهم كانت عريضة، جاء الآن فرض على فرض، يعني هذا الآن هذا الكم، فجاء ووضع فلوس هنا، فلوس في كمه، وقام بربط الكم هكذا، هذا كله ايش؟ تابع للكم، وقام بربطه، والدراهم الآن هنا خارج الكم هكذا، الدراهم هنا خارج الكم من نفس الكم وهي مربوطة، فقام وفك الرباط، فك الرباط وخرجت الدراهم. قال: لا يقطع. قال: أو طر، أي ولا قطع إن شق صرة. الأصل الصرة أحبابنا هي الخرقة التي تشد فيها الدراهم. قال: أو إن طر، أي ولا قطع إن شق صرة خارجة من كم، يعني من نفس الكم هكذا، كما قلنا الكم جعله صرة من نفس الكم وربطها كما صورت لكم، لأن الرباط من خارج، الرباط من خارج الكم، فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الحزم. والمراد هنا بالصرة بعض الكم كما صورت لكم المشدود فيه الدراهم. قيد الصرة بكونها خارجة من الكم لأنه لو طر صرة داخلة فيه يخطأ، يعني هذه الصرة الآن قلنا ظاهرة، لو كان بالعكس هي من الداخل جعل المال هكذا وربطه هنا وربطه هكذا، فكان هذه الصرة البارزة من هنا صارت بارزة من الداخل، فطر هذا الخيط، طره فانسكب المال، قال يقطع، لأنه صار كأنه أخذه من داخل الحرز من داخل الكم. لما طره طبعا سقط المال، سقط المال من هنا، لأن المال كما قلت الصرة مربوطة من الداخل، من هنا مربوطة. بظن الصورة صارت واضحة. قال: لأنه لو طر صرة داخلة فيه يقطع، لأن الرباط في الداخلة من الداخل، فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم. وقيد بالطر لأنه لو حل يقطع إن كان الرباط خارج الكم. إذا هنا المراد بالطر هنا الشق، المراد بالطر الشق. قال: لأنه لو حل يقطع إن كان الرباط خارج الكم، لأنه يأخذ الدراهم من داخله، ولا يقطع إن كان الرباط يعني من داخل الكم، لأنه يأخذها من خارجه. وعن أبي يوسف أنه يقطع في الأحوال كلها، لأن المال محرز بالكم إذا كانت الصرة داخلة. قالوا: عن أبي يوسف أنه يقطع في الأحوال كلها، لأن المال محرز بالكم إذا كانت الصرة داخلة، وبصاحب الكم إذا كانت الصرة يعني خارجة. قال: أو إن سرق، أي ولا يقطع إن سرق جملا من قطار. إن سرق جملا من قطار، ما هو القطار؟ قال: وهو الإبل على نسق واحد، إبل مربوط، ناقة ثانية ثالثة رابعة خامسة، ومربوطة بعضها ببعض،
فسرق الأخيرة منها، قال لا قطع عليه. قال أو إن سرق حملا من أحمال قطار، سرق المتاع الموجود على ناقة من هذه النوق، على بعير من هذه النوق. وقال مالك الشافعي وأحمد يقطع لأنه محرز بالحافظ وهو القائد أو السائق أو الراكب إذا لم يكن نائما، فإن كان نائما عليه على هذا البعير نائما، قال فإن كان نائما عليه لم يقطع. ولنا أنه ليس بمحرز قصدا فيتمكن فيه شبهة العدم، شبهة عدم الحافظ، شبهة عدم الحافظ. ليه؟ قال وذلك لأن كلا من القائد والسائق والراكب يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ، يعني هو همه أن يصل لا أن يحفظ المتاع، فتمكنت الشبهة فلا يقطع. قال وقطع سارق الجمل أو الحمل من القطار إن حفظه ربه، إن كان يحفظ هذا الجمال صاحبه لوجود قصد الحفظ منه فكان محرزا بالحافظ، أو إن نام عليه، أو إن نام عليه أي على الجمل والحمل، لأن ذلك حرز له بالحافظ. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده من غير وجه عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسرقت رداء هذا؟ قال نعم، قال اذهبا به فاقطعا يده. فقال صفوان ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، فقال له فلو كان قبل أن تأتيني به. الآن صدر القضاء، فالقضاء لا ينقض بعد ذلك. قال أو إن شق اللص الحمل، شق اللص الحمل الموجود كان على الجمل، شقه وأخذ شيئا يبلغ نصابا كذلك يقطع، لأن الجوالق أو الجوالق حرز. أو إن أدخل يده في صندوق أو كم، كم موجود فيه سرة، أو جيب، الجيب هو المراد طبعا هو هنا، هنا الجيب المراد هنا، وكذلك هذا يسمى جيب أيضا، لأن هذه الأشياء كثير من الناس يضعون أموالهم في صدورهم هكذا يمد يده إلى الجيب ويخرج ماله، لأن هذه الأشياء حرز لما فيها. أو إن أخرج السرقة من مقصورة أي حجرة، من مقصورة أي حجرة دار فيها مقاصير إلى صحنها أي صحن الدار، وذلك كمدرسة ونحوها كذلك يقطع. أو إن سرق صاحب مقصورة أي حجرة من مقاصير، من مقاصير دار كبيرة من مقصورة أخرى أي من مقاصير تلك الدار، لأن لكل مقصورة بابا وغلقا على حدة فكانت حرزا خاصا. أو إن ألقى السارق شيئا يبلغ نصابا في الطريق ثم أخذه كذلك يقطع. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال زفر لا يقطع. أو حمله أي السارق المسروق، حمل السارق المسروق على حمار ونحوه فساقه، ساق الحمار هو
وأخرجه به قال مالك والشافعي وأحمد لأن سير وبه قال مالك والشافعي وأحمد لأن سير الحمار مضاف إلى السارق لسوقه إياه. ماذا قال؟ فساقه. أما لو تركه يمشي لوحده قال قيد بالسوق، لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق لأن للبهيمة اختيارا. ثم قال فصل في كيفية القطع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.